تمام. ناخد الاستاذ نصر من المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حبيبي. حضرتك ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل اتفضل يا استاذ نصر، دكتور معاك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بك يا حبيبي، اهلا وسهلا. حضرتك انا عايز اتكلم عن حاجه كده يمكن خارج حكايه السكر خالص. ايه هنتكلم مثلا في الطقس؟ يعني ربنا ربنا يستر يا استاذ نصر. اتفضل يا استاذ نصر. حضرتك انا كنت ولا متجوز الولد مثلا هتاخد راينا في العروسه؟ اه لا نجيب الشربات. اه اتفضل. اه اتفضل يا استاذ نصر. كنت بجيب دم في البراز في الحمام. اه حبيبي. اه تمام. وبعد كده عملت منظار على القولون. نعم. المهم لسه بقى في دواير حمراء داخل القولون ومستقيم وفي الهابط. وايه؟ المستقيم وفي الهابط بتاع القولون. ماشي. المستقيم والنازل. ايوه خلاص وصلت والله، قول اللي بعده. تمام. وخدت عينه من القرحه. خدت عينه من القولون. المهم عملت لها تحليل في معمل البرش. طلع نتيجه العينه التهابات بسيطه يصاحبها نشاط تكرر، او التهابات بسيطه صاحبها نشاط التهابي. طيب. وانا دلوقتي ماشي على علاج اسمه مارفليز، ادي لي سنه بالظبط. طيب. فهل المرض اللي عندي ده هيبقى مرض مزمن يبقى معايا طول العمر؟ سؤال. ولا هل هيفهم؟ طيب. اصل انت برضه حضرتك حتى العينه ما اداش تشخيص قاطع. يعني الكلام هو وصف الحاله، قال لك التهاب وكلام بقى اي حاجه اللي تنفع، يعني ده الكلام اللي هو قاله لك التحليل نتيجته اللي هو بتاع العينه يمشي على حوالي 12 مرض. وكل مرض هل ده مناعي ولا لا مناعي؟ فلو كان مناعي الشغل في الام في المفاصل. انت عندك الام في المفاصل مثلا الصوابع الركب؟ في الام في المفاصل وفي تعبان في الاعصاب. لا مفاصل الظهر فيها عند كده القعده وانت بتقعد في الم؟ لا في الالم مفاصل في الركبه وفي الذراعين بس. سنه كام سنه؟ انا 27 سنه. سبعه كام؟ 27؟ 27 اه. وزنك طبيعي ولا زياده ولا ناقص؟ وزني 85 كيلو. طيب يعني انت والعلاج جاب نتيجه كويسه قوي السنه اللي فاتت دي صح؟ العلاج جاب نتيجه كويسه بس انا معايا عرض ان انا بنزل مخاط في الحمام، مخاط اثناء الفراش، في مخاط نازل كتير جدا. طيب اتفضل اقفل وانا هقول. طيب شكرا يا استاذ نصر. هو بص حضرتك العينه للاسف ما كانتش كونكلوزيف، يعني ما كانتش قاطعه، ما ادتنيش مرض، ولذلك الدكتور اداله حاجه ده امبريكا، هو ياخد حاجه اسمها سلازو بايرين. سلازو بايرين حبتين قبل الاكل بساعه ثلاث مرات في اليوم، ويبعد عن منتجات الالبان كلها، وياخد لمده ثلاث ايام ورا بعض دواء اسمه فاسيجين، اربع علب، العلبه اربع حبايات، ياخدهم قبل النوم بشويه لبن، وان شاء الله ربنا هيكرمه. بس السلازو بايرين هيمشي عليه ثلاث شهور وبعدين يكلمنا. تمام بامر الله ان شاء الله.